السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤيا اثنان يؤمنون بأنه المهدي المنتظر. منهم يعني واحد مهدي مدعي قديم، والمهدي الحقيقي اللي بدأ بالظهور، والبيعة حبوا على الثلج. يعني رؤية اثنان يؤمنون بأنه المهدي، واحد منهم مدعي وصار له مدة طويلة، واحد مهدي حقيقي بدأ بالظهور والبيعة حبوا على الثلج. أحباب الله، قال شيخ أنا رأيت رؤيا صار يوم القيامة وراح تخرج الشمس من المغرب، فجأة طلعوا قمرين من المشرق، القمر القديم ومع قمر جديد. القمر القديم نوره أقوى من الجديد يلي طلع معه، والقمر القديم قدامه بشوي. وفجأة صارت الدنيا بيضاء مثل الثلج فوق البيوت، والجبل شيء جميل، وصار رب العالمين يتكلم بالسماء، وأنا أقول بنفس هذول يلي كفروا وما يؤمن بالله شوفوا إجا الحق. إجا الحق يعني من كلمة شوفوا إجا الحق، يعني القمر القديم لو كان هو الحق فهمت علي أحباب الله كان هو المهدي الحقيقي. بس لما حكى إجا الحق، لأنه بقول لك قمرين، القمر القديم ومعه قمر جديد، القمر القديم هو أقوى من الجديد يلي طلع معه، إذن قل جاء الحق. عشان هيك أحباب الله فجأة الدنيا صارت بيضاء مثل الثلج، يعني راح يصير إيش؟ البيعة حبوا على الثلج. وهاي بتدل إنه ظهر المهدي وصار يتقدم، قاعد يقرب ويقترب، وبإذن الله راح يعني يتعدى اللي هو القمر القديم. هسا أحباب الله، في ناس بقول لك يمكن القمر القديم بدل على النبي صلى الله عليه وسلم والقمر الجديد على المهدي. لا أحباب الله، على أنه في سورة الأحزاب 46 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هسا القمر المنير السراج الشمس. سورة نوح 16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل القمر والشمس مع بعض، مش القمر لحاله. هسا عاوز بقول لك سورة يونس 5 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذا القمرين، قمر القديم يعني صار له مدة موجود وبيقوا إنه المهدي، وتعرفوا أحباب الله في كثير منهم، ومنهم محمد هذا ناصر اليماني، ومنهم أحمد الحسن العسكري، صار لهم سنوات وبيقولوا إحنا أكثر من 10 سنوات وزيادة، ولا غيروا ولا بدلوا. إذا 10 سنوات، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنوات بالسر، ثم خلال 10 سنوات التالية كثير جدا آمنوا فيه، قلت يا أحباب الله. ولما رجع على مكة على المدينة وهاجر خلال 23 سنة الجزيرة العربية كلها صارت مؤمنين، قلت يا أحباب الله. أسرع بعصر التكنولوجيا، عصر شو سموها السرعة، ما ظل المهدي يأخذ 10 سنين مشان الناس يصدقوا، قلت يا أحباب الله. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا استمع قولي اتبعنا أحسنها. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.